السلام عليكم زينات، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. حنايا بحال اللي كتعرفوا جينا كونجي المغرب، وجينا نجبل يعني باديه البلاد ديال الزوج ديالي. غادي نعيدوا هنايا ان شاء الله. ايوا قلت نعمل لكم واحد الفيديو هذا البلاد. هذه كتشوفوا هنايا شجر ديال الزيتون وداك الكرموس الهندي، ما بحال اللي كتعرفوا البوادي كيكون فيهم خير كامل. ودي جهه اخرى عندهم هنايا الطوماطيش والحاجات. كيتسمعوا غير الاصوات ديال الطيور. والسيمانه اللي فاتت كان عندنا العرس هنايا ديال اللوسه ديالي، يعني عملنا العرس وهوت بحالي طنجة وترجعت على حسب العيد. ها الهندية كيقولوا لا الفرن هذا التراب او فرن المسيرة، كل واحد كيفاش كيسميه. هنا في كيخبزوا الخبز. هذه الشجرة ديال الكرموس قطعنا منه شويه دابا عاد، هذاك راهو البير. وشجرة الزيتون راهو كرموس قطعنا غزال، غنغسلو نعملو في النبيلة يولاد، عاد ناكلوه ان شاء الله باذن الله. عجبنا الخبيزة د العيد، دابا كنعملو العواد في فرنة ديال التراب او لا فرن المسيرة. غادي نعمروه بهادي وغنشعلوها. هنا كنشعلو العافية وسط الفراغ، كنحميوه باش نخبزو الخبز. عريوه من فوقي باش تخرج الدخان. الغطايه ديالو من فوقي، ها هي الغطايه زولناها له من فوقي باش الدخان كامل كيخرج منا بحال شكل التشيمينيه. ها هي العافيه. التنفيسة عندو من فوق بحال اللي كتشوفو، باقا كتزيد حتى باقا كتزيد تعطيها النيران. يا هاديك دابا حنايا عملنا العواد كاملين الحطب اللي كتسخن بيه الفران. المهم هو سخان، دابا رجعوا غير الماد، من بعد غادي تمسح غادي تشطب من داخل عاد غنعملوا الخبز. ها هو دابا الفرن سخون، ها هي هذيك الفرنه، دابا غادا نعملوا الخبز ان شاء الله. ها هي من بعد ما شعلت صافي، دابا هي سخونه، دابا الفرن سخون، دابا غادي نبداو نخبزوا. دابا هي كتعدل الفوقي بهذه باش كتشده بس سخانه تبقى داخل ما تخرجش. مرمات بهاد الدفلة كتنقيها باش ننزلو الخبز. ها هي الخبز، دابا غادي نعملوها تطيب. دابا غنطبقوها تبارك الله ما شاء الله. بسم الله. هي هي عملات في المطرح، دابا تتعملها في الفران. هي دابا غنطرحوها. كنشوط يدي باش نصور لكم. تحت هادي، اه هادي من تحت.
اخرى. المهم فران كبير كيتاعو فيه شحال خبزة حكيمات كيتاعو حكيمة كيتاعو خبزة. قلت لك حكيمات شحال حكيمات كيتاعو في فران؟ 7 ولا 8. 7 ولا 8 تبارك الله. بدات كطيب تبارك الله طابت. هنا كنخرجوها هي كتجي زعما الخبز كتجي مزيونه بزاف. كيفاش كتجي خاويه من داخل كي واعره. دابا نغطيو الفرن باش تبقى دابا نغطيوها باش تطيب الخبز من داخل. صافي غطيها حكيمه. ها هي اخرى. صباح الخير زيونات، عيدو بالصحة والهنا، عيد مبارك سعيد. هذا الكمال ديال الفيديو البارح، منا الخبيزة ديال اليوم غادي نذبحو ان شاء الله. عندنا جد الحوالة غندبحوهم. دابا كنشعلو الكيرة باش الكيرة يعني الكانون باش نعملو شوية شوية ديال الكبدة وهادي. باقي كطول فيها العافيه. من بعد ما ذبحنا دابا هذه الكبيده كتشوى. هذا اول عيد ديالي في باديه، انا كنشارككم معايا فيه. وهنايا عندنا طيحان طحال. زيوناتي هذه التتمه ديال الفيديو، غادي نختم معكم هذا الفيديو باش ما يجيش طويل. دابا جينا الماء البارد كيقولوا له الماء البارد. المهم اليوم ثاني عيد عملنا سكسو براس وجينا نشربوا الماء ديك الماء البارد. قال لك الماء مزيان هنايا الجهه ديال الشاون قيو الماء كيهود بارد غزال تما. العشيه دابا طبيعة مزيونة هنايا الصراحة، كلشي مزيون هنايا. شحال طوموبيلات الناس كاملة كتجي تعمر الما لأن الما مزيون هنايا، قولو الما البارد. شنو تما الما هواد قنطرة ياك بحال شكل القنطرة. هادوك بعيد انا غنزومي لكم باش يبان قريب. ها هو مع انه بعيد. غنزومي لكم ديك ديارة هي تا هي بعيدة نشوف إذا قربة. هيا كيفاش كتبان. كتبان بعيدة وإنما أنا كنقربها لكم. سمحوا لي الصوت ديالي عندي شوية مبيبح لأن تروحت. مزيون هاد الموطا الصراحة مزيون بزاف. الما بارد كيهود طبيعي كيهضم. مع اليوم تاني عيد كلينا سكسو براس وجينا نعمرو الما باش
مع هذيك باش نشربوا وصافي. الزيونات وهذه تتمه ديال الفيديو، نتمنى نتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.